أحسن الله إليكم. يقول الأخ: ما فضل الدعاء يا شيخ؟ وإذا طلب مني سائل أن أدعو له، هل أستجيب له؟ وهل ورد شيء عن هذا من السلف؟ الدعاء هو العبادة كما في الحديث، الدعاء مكانه عظيم، والله جل وعلا أمر به في آيات كثيرة ووعد أن يستجيب، فالدعاء أعظم أنواع العبادة. وفي الحديث: الدعاء هو العبادة، وإذا أوصاك أحد بالدعاء له فادعو له، ادعو له. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لما أراد العمرة وجاء يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، فإذا أوصاك أخوك أن تدعو له فادعو له، حتى ولو لم يوصك تدعو لنفسك ولوالديك ولإخوانك المسلمين. نعم.